أنا بطبيعتي مش شخصية سلبية يعني، أنا لا أفضل الانسحاب إلا يعني بعد أن أستنفذ كل الوسائل الممكنة للوصول إلى نتيجة يعني. يعني مش من طبيعتي إن أنا أنسحب. وأنا كنت يعني في رأيي إن الموقف عايز قدر من الحكمة في التعامل مع الموضوع، خاصة إن الحقيقة يعني إن أنا لو رجعت للماضي القريب خلال سنة، إن النخبة ارتكبت أخطاء فادحة في حق هذا الشعب. يعني مصر كلها تحولت إلى شوية مساجلات وشوية مهاترات وشوية ناس عمالين يلقوا التهم على بعض ويكلموا يعني، ونسينا إن في 85 مليون مواطن لهم مشاكل ولهم قضايا ولهم حقوق ولهم واقع لابد ان احنا نشارك في صنعه يعني. فانا لما ترشحت للجنة يعني اصدقاء كتير من التيار الليبرالي طلبوا مني ان انا انسحب معهم. الحقيقة انا قلت اجل هذا القرار لغاية ما اعمل مبادرة لعل يعني ايه ممكن. انا شايف ان موقف النخبة يا مدام منى شيء مؤسف الى ابعد مدى، يعني من ساعة الثورة ما قامت احنا اتفقنا 15 او 18. قصدك بمين النخبة يا استاذ فاروق؟ نعم النخبة كل تياراتها، كل محدش قادر يتفاهم مع حد يا مدام منى، محدش عايز يسمع حد. احنا شعب رفض الاخر تماما، مش الاخر الخارجي، الاخر الداخلي كمان.